بعد طول انتظار بات الفرج قريبا، استقبال أبطال ينتظر الصيادين. يا نبي يا نبي يا صلاتي نبي. لكن ليس من الواضح بعد من هو البطل الحقيقي. أهالي الصيادين قضوا ليلتهم هنا بانتظار وصول أبنائهم. ده حبايبي، ده الحبايب وحتة مني والله، والحمد لله رب العالمين اللي طمنا عليهم. مش عارف، مش مصدق أنا أشوفهم الوقت والله، ده في حلم. أنا الوقت أنا أشوف ابني بس، عايز أشوفه بس. أنا من فرحتي جايب له لبسه هون معايا وأنا جاي عشان يلبس جوا. لم يطل انتظاره، وصل الصيادون. وسط عشرات الأحضان والعيون الدامعة رأيناه مرة أخرى، هذه المرة وقد وجد ابنه. أنا يعني فرحان أوي، يعني عمر في حياتي ما فرحت الفرحة دي، الحمد لله. لكن كيف تحرروا من الأسر؟ لسبب ما يتجنب الصيادون إجابة هذا السؤال. احنا كنا 5 أنفار، أنا وأهاب وأبو نصر وأحمد الرئيس كابتن تمام؟ وإحنا الحمد لله بعد إذن سيادتك عشان أيوه. وامضى على القراصنة لوحدكم؟ الحمد لله بفضل ربنا والله، ربنا هو اللي عمل كل حاجة والله، مش احنا، كان فضله مع إذن ربنا يعني. الرواية التي يروج البعض لها هي أن أجهزة الأمن المصرية وضعت خطة لتحريرهم بالتعاون مع حسن خليل مالك أحد المركبين. ما أصل دي حاجات سرية فهنقعد نقولها؟ أخدت بالك أمر عادي، وأنا قلتها قبل كده في التلفزيون، قلنا الخطة مرسومة والمسؤولين بيبلغونا وإحنا قمنا بالخطة زي ما يكون عملية حرب. لكن بدون الكاميرا قال لنا عدد من الصيادين إنه لم تكن هناك خطة أمنية، وإن الرجال تحركوا من تلقاء أنفسهم، وهو ما أكده انفعال هذا الصياد. انت رسمت لنا الخطة، هنركل من عيلتك كلها ومن بلدك وشرف مصر، حسبي الله ونعم الوكيل. بعد 4 أشهر قوها رهن الاحتجاز على يد القراصنة، الصيادون المصريون أخيرا في أرض الوطن، وقد احتجزوا هم خاطفيهم. المركبان أحمد سمارة وممتاز واحد راسيان في ميناء السويس، والصيادون يتم الاحتفال بهم وتكريمهم، وهكذا يسدل الستار على آخر فصول تلك الملحمة. خالد عز العرب، BBC السويس.